أرسل عمر رجل إلى بلاد الروم، يقول فمر رسول عمر إلى قرب مكان يسمع صوت رجل يقرأ القرآن، وبلاد الروم كفرة. يقول فقلت من ذا الذي يقرأ القرآن في هذه البلاد؟ فدخلت على مكان فوجدت رجلا أعمى يقرأ القرآن ويطحن. يقول فأتيت فسلمت عليه فما رد عليه السلام، قلت السلام عليكم، يقول ما رد. يقول فكررت السلام عليه 3 مرات، قلت ألا ترد على من سلم عليك السلام؟ قال أفي بلاد الروم من يسلم؟ عندنا حد يعرف السلام؟ قال إنما أنا مرسول عمر. يقول فلما قلت له التفت إلي، قلت وما خبرك، ما شأنك؟ قال إني أسرت، كنت أسير في وقت كذا وكذا، فأتي بي إلى حاكم الروم فقال لي تنصر، فأبيت أن أدخل في النصرانية، وقال لي إن لم تفعل سملت عينيك، فقعت عينيك. يقول فآثرت ديني على عيني، فسملت عيني، فاخترت ديني على بصري. يقول فأرسل لي كل يوم يعطيني حنطة أطحنها ولا يعطوني إلا خبزة واحدة، وقد حبسوني في هذا المكان الذي ترى. أسأل الله أن يجمعني يوم القيامة بعمر بن عبد العزيز، وأشتكيه أمام الله أني مسلم في بلاد النصرانية. يقول مرسول عمر فلما عدت سألني عمر ماذا وجدت؟ قال وجدت رجلا سملت عينيه حتى لا يتنصر. فكتب عمر رسالة إلى قيصر الروم، قال من عمر بن عبد العزيز، بلغنا أن عندك رجل من المسلمين صفته كذا وكذا، والله الذي لا إله غيره إن أتاك خطابي هذا فلك 3 ليالي، إن لم يصلنا صاحبنا وإلا أخرجت جيشا أوله عندك وآخره عندي. يقول مرسول عمر فلما ذهبت بالرسالة فقرأها، قال ما كنت أحب أن عمر يرسل لي هذا. فدخل على الرجل الأعمى هذا فوجده قد مات. يقول فخفت، قلت الآن سيرسل لي جيشه كان حي، كيف سأخبره أنه مات؟ يقول فتأخرت على صاحبه ليلة، على المرسول، فقال لما تأخرت؟ قال إن صاحبكم الذي نشدتم قد مات، ونحن لم نقتله، إنما مات من كثرة عمله. قال له ذلك الرجل إن كنت تخشى على ملكك فأرسله معي ميت أزين لك. يقول فغسلناه وكفناه وحملناه معنا إلى عمر، وشهدنا أنه ما قتله، إنما مات أمر من الله جل في علاه.